دونك هذه 95 موا تخلص اون 2010. انا قبل 2010 ديجا وليت نوجد في البيرمي تاع ديمولير الوغ باش نكسر لا ستاسيون كنت رايح نطلعها دي باتيمون لي بروموسيون ايموبيليير بروموسيون رحت شفت البنكا باش يعطوني دراهم قداش في الديريكتور داوني لي ناس اللي يعرفوا هاد يعني دوموندي ان كريدي باش ندوموندي ان كريدي في لاكناب قالوا لي با بروبليم نعطولك 100% باسكو لوندغوا اللي بيان سيتي وكذا يعني لو بروجي لي بون اللي فيها والليموبيليي كان كعاد كان مليح ذاك الوقت تما كان لي بونك يمدوا لي كوب يمدوا يا بوكو دوموند يا بوكو دوموند بوكو دوموند من بعد كاين عراقيل في لاباباسا باش تجيب بيرمي كونستروير ماشي سهل ماشي سهل تاع بصح ماشي سهل واش علاقته مع البروجي هو علاقته شنو فهمتني قال لي زيدني عام ونص قلت له علاش نزيد لك عام ونص قال لي عندي اني مسنيد لي كونترا مع ناس هكا اللي نليفري لهم الزيت وليسونس وكذا وعلى الشركه هذه اللي مسميها هو ابي المفيد زدت له انايا قلت له مع باقي الواحد سي موا ونزيد انا نجري مع لي بابي يعني حتى 2011 قلت حتى 2011 من بعد انا كي شفت بلي كاين بروبليم في لي بونك فريمون كاين بروبليم في لي بونك مع لي انا مانيش قاري قلت انا هذه ما نقدر لهاش هذه لازم لك شريك لازم لك ان اسوسي ما خممتش في شريك كنت راح ندير حاجه غير صغيره كنت راح ندير دو سوسول من تحت والروتشوسي والبرومي نعمرهم مابل وليكتور ميناجي ونجيب الاولاد وراهم يخدموا فيهم وهذا ما كان من بعد هو بروبوزالي قال لي واش راك راح دير قلت له واش راح ندير واش راح ندير قال لي نديرها معاك قلت له انا التيران تاعي ما نعطيش البنكة خاطرش هي اللي مدو البنكة انا نخدم روحي الا عندك دراهم باش تخدم تحب تقول معايا مرحبا بك اللي ما عندكش دراهم سي با لابان واش قال لك؟ قال لي عندي دراهم انك حاب تدخل معاك شريك قال لي ندخل معاك شريك pour faire la promotion immobilière. نعم. وعندك ان بابي بروفي بلي دخل معاك شريك وكذا؟ عندنا كلش. قبض ورقه وستيلو هكذا ولا يبروبوزي. علي شوف انت دروك تقوم التيران تاعك شحال عند خبير تاع عقار اكسبير ايموبيليير اغريي من عند العداله ويعطيه بريزيدون دو لاكور هو اللي يسني قال لي انت تقوم التيران تاعك شحال جات تدخل بالتيران تاعك في الشركه نديرو شركه هذاك التقوي يعني مثلا كريون سوسيتي لازم تدخل بالتيران ويدخل بالدراهم هاي هو يدخل بالدراهم انت جبد دراهمك تاع التيران تاعك ومن بعد كان بارطاج لي بيني ومن بعد بارطاج لي بيني صح كيفاش هو شحال دخل معاك بالدراهم الوغ ما كاينش كاع ما دخلش من بعد بالدراهم ما كاينش كيفاش صارت من بعد دروك انا نخبرك قالوا لي نروحوا للمعسكر عند النوتير نتاعهم ديالهم وانا كنت نخدم مع واحد النوتير في وهران هذاك النوتير اللي في وهران واسمه النوتير هذا؟ مشرفي الطاهر مشرفي الطاهر؟ نعم هذا مشرفي الطاهر كان اكس كان اكس بروكيرور من بعد حبس البروكيرور ودار نوتير عرفته في 2000 في 2000 كان حدا ستاسيون تاعي في واحد الزنقه يسموها شيبو عرفته تما وليت نكتب عنده لي زاكت واش صرا مع النوتير هذا؟ بعد دار عليك ولا واش صرا؟ النوتير هذا كي ولا النوتير تاعي عمره واحد 70 ولا 75 الله يبارك انا واحد من الناس نعيط له بابا ما نعيطوش استاذ ولا هذا خاص خالطته مليح صاي ولا صديقي ولا صاحبي واش دار لك دار عليه ولا كي شوف ولا كي تكون عنده ريزيرف تاع دراهم يعيط لي انا نوصلو معاه للدار هاد الناس هادو للزوج صحراوي عبد الملك و ومشرفي الطاهر نوتير نوتير يعني تحايلوا عليك كيفاش انا كنت معاهم علاش حتى درت فيهم انا ثقه باغ اكزومبل مش راه في الطاهر قلت لك انا جيت داخل البنات عيطوا لي قالوا لي عبدي الا كاش ما تقدر عاوننا باش الاستاذ ما يدولناش الحبس انا تكلمت معاه قلت له استاذ اذا عندك كاش مشكل ولا نشوفوا واش نسيو اي طريقه من الطرق نشوف فاش نديرو قال لي لا 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 لا, لا, لا. يعني يخاف على السمعه نتاعو باللي هو Il est inculpé fait affaire, mais où est-ce que c'est un ancien, c'est un ancien procureur. Donc, il y a les risques, il y a tout le monde. Il y a mon dar, il y a tu vas être un doux. Qui veut faire l'affaire? Par exemple, tel mon dar,
تعطيني لا بيز ديزونتيتي تاعك، تعطيني لاكت تاعك، تعطيني ان اكسري دي ليسونس نتاعك، وتقول لي روح بيعها. انا نبيعها هذاك الوقت كانت تسوى 160 مليون لابارتمون، نبيعها. يجي السيد نكتبها له، يشوفها الموثق مصرفي الطاهر، يشوف لا بيز ديزونتيتي بلي ساكو كوستوم با كاع مع السيد اللي جاي يكتب، باينه هكذا باينه. كي تشوف لا بيز ديزونتيتي تشوف التصويره تشوف السيد، سبحان الله باينه هذه، باينه هذه باينه فلاكرون كاع الكلمات. هو كتبها السيد، كيكتب وعطاو له اللاكت تاعو وعطاو له الفاتح تاعو، راح باش يفتح الباب المفتاح ما حبش يجوز، ما حبش يفوت. كي ما حبش يفوت مول الدار حل من الداخل، قال له واش خصك سي محمد؟ قال له هذه داري شريتها انا، خرج بد بياس ديدونتيتي دارها لا. قال له انا قلت لك ها اي نرناك، شوف وجهي انا شو نرناك، رجع للموتور تبارك انت. قال له تحايلت عليا مع الناس هادو، فهمتني؟ النوتير بقات في راسه بلي هو يروح كشاهد، هو كتب بنيته كشاهد. لا 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 جو فيريفي ليدونتيتي، يعني لا جو يرى ماشي غير فيريفي حداه الدار، يعرف كاع كلش. انا قلت له قلت له دي نشوفه مع السيد اللي شريت اللي شرى الدار هذا، نشوف كاش ندير ونرد له دراهم، ولا نشوف اي طريقه، كاين بزاف طرق اللي نقدروا نصلحوا هذا المشكل هذا ونريحوه. مع اللي انا نخدم معاه وكاين صاحبي واحد اخر ثاني بروموتور يخدم معاه، ما حبش السمعه نتاعو نسمعوا بها اللي بلي احنا السيد راه يدير في حوايج كيما هادو، ما حبش. شوف حتى جاب ربي انا شكا ليا خدام ما خلصوش كونطابل في شهر، راح شكا ليا. هذاك النهار عيطوا لي، رحت لدار الشرع نلقى الاستاذ تما النوتير. النوتير قلت له استاذ خمم مليح. قال لي لا لا ما كان والو. شوف هو دخل عند البروكيور، عيطوا له عند البروكيور، كي خرج خرج ميت، خرج يسيل بالماء خرج ميت. كان حب يطيح وحب هو ضعيف عنده خلاص ما عندوش الصحة وكذا ولا آخره، و تحير في الناس هادو إنسان كبير ما عندوش الصحة وما يخافش ربي. واش صار واش درت لهم بعد؟ بعد كينات قبضت هذاك السيد هذاك اللي شرى لابارتمون 160 مليون وصفينا هذيك الحالة. و كيفاش صفيتوها؟ دروك صفيناها بواحد الطريقة اللي كل واحد ينحي لابلانت تاعو باش لا باش لافير تحبس، باش لافير تحبس، ولافير حبست، لافير حبست. خرجت فيها خير النوتير هذا، خرجته من الحبس. هو اشكر لك الجميل هذا، اشكر لك الخير هذا. دروك نقول لك زيد عنده وليده يقرا في فرنسا، ندير وليدي يرقد معاه في الشومبرا مع وليدي، ياكل ويشرب عندي في الدار حتى كمل لونيفرسيتي تاعو. واش دار لك هذا مشرف الطاهر؟ دروك هذا مشرف الطاهر درت فيه الخير، انت واش دار لك؟ هاني درت فيه الخير. دروك انا جيت ليه قلت له استاذ باغي ندير شراكه مع صحراوي عبد الملك، هو يعرف مليح صحراوي عبد الملك باسكو جيران في معسكر ويعرفوا بعضهم بعض مليح. ايه وانا نعرفهم مليح، عرفت بعضهم بعض. فهمتني؟ صح. قلت له ها واش باغي ندير؟ شوف يكتب لي بالستيلو هنايا هذه الكتبه تاع مشرفي الطاهر، اسم الشركه التجاريه، رقم حساب البنكي، كذا. احنا سيبنا دوكيمون صور ما عندناش، هادو حوايج نورمال تاع النوتاري حتى في انفلوب. صح. واش صار من بعد فهمنا مليح احنا باش ما نقعدوش في لي ديتاي صغار. صح. لو بروبليم هنا، هناك تقول باللي صاحب شركه ينصب على صديقه ويسلمه 60 مليار سنتيم. هذيك 60 مليار، هذاك 60 مليار المبلغ نتاع الارض. شكون يسرقوه لك؟ عبد الملك صحراوي. صحراوي كيفاش سرقوه لك وكيفاش مع النوتير؟ صح. دخلنا هنا في صلب الموضوع باش نفهموا مليح. صح. دروك باش انا يعني درت ثقه في خويا ودرت ثقه في بابا. صح. واش داروا لك؟ هذا خويا مع بابا داير فيهم ثقه، قلت لك كانوا اقرب من الناس عندي واعز الناس عندي. هذه انا فهمناها سي عبد. صح. اعطينا لي في واش قالوا لك هذو الزوج؟ هاد الزوج هادو كي انا رحت للموثق مشرفي الطاهر قلت له ها واش راح ندير مع صحراوي، قلت له بصح راهم باغي يدوني لمعسكر عند النوتير تاعهم
نبغيك باش تروح معايا كونسي. قال لي ما كاش مشكل. قال لي بصح سي جيبهم عندي، سي جيبهم عندي باش كي طلعوا لي زابارتومون ثاني يفوتوا عندي. يعني قالوا في راسه كان الله ما يقولوش من الديبي حتى لا فان قاعد تفوت عنده. انا سييت قنعتهم وجبتهم. دونك درتوا لي زاك درتوهم عنده. واش معاه؟ 2013 دي زاك تاع سوسيتو نتاعها وسي عبد الملك صحراوي كي درتو شركه جديده يعني صافي كري نوفيل سوسيتي. نوفيل سوسيتي انت وهي راكو اكسيونير فيها. ايوا ولي زاك درتوهم عند سي طاهر هذا. ايوا صح دروك صحراوي الله يبارك راه لاباس به وعنده خدامه بزاف وكذا، ماشي هو اللي يفا سوكيبي بهذا لا سوسيتي، دار واحد اللي يسوكيب دو لا سوسيتي بلا باباس تاعها. حاجه دروك عرفني بالسيد، والسيد انت نعرفو، نعرفو بلي خدام عنده خاطر شي كريت له في 2004. واسمو السيد هذا؟ يسموه مزيلة مراد. هذا مزيلة مراد نعرفو دو في هكذا، كي ندخل لي بيرو نخبس معاه هكذا في معسكر اون 2004 كي كريت لهم شفتو خدام تما. خلينا دخل معاكم اكسيونير ولا واش؟ لا 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 هذا انسان خدام مش عارف شحال يصور، كاع ليه بلي يصور 10 ملايين في الشهر. 10 ملايين ما يقدرش يجيب. علاش جابوا لك؟ ما فهمناش. هذا جابوا لي باش هو يقوم يعني بالتسيير تاع الوثائق. من الجيرون؟ لا 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 ما كان لا جيرون لا يديك لا يجيبك. دروك الشركه هذه لازم لها وثائق، انا لازم لي وثائق تاعي تاع التيران تاعي ولازمني نديها عند الخبير ولازمني كاع دي بابي افير من هي. فهمتني؟ خلينا باش نفهموا مليح صاحبي، رحنا صلب الموضوع، راه جبت لك واقع كذا، كيفاش راك تقول انت راه الناس باللي تحايلوا عليك؟ صح. كيفاش هذا النوت تاعك؟ دروك صيد سي عبد الملك فهمنا كيفاش تحايلوا عليك، باش نروحوا نديرتو من فون دو بروبليم باش الناس تفهم. صح. نقولوا علاش ما تفهمش؟ صح. دروك رحنا عند مشرفي انا ومزيله هذا، قلنا له هاش واش باين يديروا واش باين يديروا واش باين يديروا. انا ما نعرفش من بعد كنات القوانين تاع الشركات هذو وكذا معني ما نعرفش. النوتاري خدم خدمته انا قلت له باللي من بعد انا ما عنديش باش نزيد نخدم ولا ندير ولا الشركه هنا هذه اللي نبيعها هنا تحبس. قال لي ما كاش مشكل. واش صرا؟ قال لي ما كاش مشكل. هضرت له قلت له بلي راح نديرو انا ندخل بالارض تاعي هو يدخل بالدراهم ديالو ومن بعد نبيعو انا نجبد الدراهم تاع التيران تاعي هو يجبد لو تيران الدراهم واش بنا بهم ونقسمو بورسونتاج. قال لي ما كاش مشكل. قال لي درك انا كي يسحق نسحقك واحد من عندك راني نعيط لك واش تجيب لي. قال لي درك نقول لك واش تجيب لي، عطاني ليست وجبت له. عندنا كلش نورمال. لا ديالي انا من بعد قال ها اسمح لي واش تحكي لنا هذه سي بروسيدور نورمال. بروسيدور نورمال انت وقتها شفقت باللي كاين مشكله بصح باسكو راك تقول باللي السيده ودار 60 مليار. صح 60 مليار هذا حاجه كبيره. صح كيفاش داهم هذاك تاع الخبير برك برك هذاك غير تاع الخبير تاع الخبير تاع الارض واش دارت كيفاش دارت فاهم. صح دروك الاستاذ قال لي دروك نبدا نتصل بهذا باش يجيب لي الوثائق تاعهم باش ندير الشركه ونتصل بك تبا تجيبوا لي الوثائق. بدا يتصل بهم ويجوا ليه بلا ما نتلاقى انا بهم. خدمتو بدا لي خدمتو. من بعد عيط لي قال لي عبدي اروح راهي كملت الشركه باش تجي تسني. رحت ليه قلت ليه جبد لي العقود هكذا هذا عقد واش يقولوا هنا واش كيفاش هنا عقد شركه الاسهم مجاهد صحراوي محي الدين. شكون صحراوي محي الدين هذا؟ الاب تاع صحراوي عبد الملك. دونك هو ما دخلش بصحراوي عبد الملك، بابا اللي دخل معاك شريك ولا؟ لا لا سمينا لا بروموسيون سميناها على بابا. اه لا بروموسيون هذا ما كان لا بروموسيون سميناها مجاهد محي الدين. صح دروك هو كي اسمح لي دروك كي جيت عند الموثق انا اجبد لي العقود هكذا وبدا يقرا لي منا يقرا لي وري لي في هذه وري لي في هذه يقرا لي واش قلت له انا نديرو. فهمتني باش السيد ما يحقرني ما نحقرو هو راه عنده وثائق تاع حقه وانا عندي الوثائق تاع حقي من بعد ما نولوش في ليتيش. ورا لي فهمني توتي بون كلش مليح
قال لي كاين مشكل واحد برك صغير. قلت له واش هو؟ قال لي هذا المشكل هو هذا صحراوي عبد الملك كما يقول هو راه بتير براب هذا الموثق هذا. من بعد كي ولاو اصدقاء ولاو يخدموا مع بعض ويديروا لي زافير وكذا ولا يسميه بتير براب. قال لي ودي ما يقدرش يجينا هنا الوهران نروحوا ليه للبيرو نتاعو باش نسنيو تما. وين جاي البيرو نتاعو؟ جاي عند دار الشرع تاع الشراقه هنا في ألجي. هنا في ألجي 6 مليار سي نورم. لا ما نحضروش على 6 مليار 6 مليار كان فوقها فوقها قهوه ستاسيون ديفونس كل جميع هو اسمع انت تقول 6 مليار اللي تحكينا صح كيفاش نصب عليك يعني فهمنا نقول كيفاش نصب عليك رحت سنيت عند البيرو واش صرا من بعد؟ سي دوك رحت عنده البيرو باش قلت لك قرالي من بعد كي قرالي ست العقود ملاح صدق انا ما نقراش بصح كي يقرا لي نفهم المشكله راه ورا صح. قال لي نروح عندنا تي بروبليم تي بروبليم ورا. قال لي غدوه ان شاء الله الا بغيت نروحوا للجزائر فهمتني نروحوا للجزائر ونسنيو في الشراقة هنا في الشراقة عند عبد الملك صح. رحتوا ولا ما رحتوا؟ عنده ديزانفاش ما قدرش يجي فهمنا الا القانون يسمح الا القانون يسمح الا القانون يسمح انا ما عندي حتى مشكل. قال لي ما كاينش مشكل يعني كيف هذا لاكتر مديور في وهران ونسينيو في الجي صح هذه ما عليناش. قال لي القانون يسمح انا ما على باليش. رحت انت؟ انا رحت. واش صرا كي رحت؟ كي رحت واش نلقى تما؟ ما نلقاش الاستاذ نلقى ولد الاستاذ مول طاهر هذا ولد مشرفي الطاهر نلقى مشرفي امين اللي لا علاقه له بالمكتب تاع الاب تاعو كاع ما عندوش علاقة خلاص مع المكتب تاع الأب تاعو. وعلاش ما جاش هو؟ واش المشكل؟ أنا ما على باليش أنا حسبت سيدي نورمال أنا حسبت سيدي قال أنا ما على باليش والله ما على بالي. صح واش صرا ثم احكي لنا دخلنا في لي ديتاي يا سي عبد سبحان الله. داروك ثما كي دخلت صرتهم موجدين لي زاك هكذا فهمتني موجدينهم غير دخلت أيا ابدا الورقة سني 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 سني. وأنت سنيت؟ سنيت. بعد قرا لي البارح وغدوه الصباح البارح مع الرابعه ولا الخامسه واش تقول مثلا بدلوا لك لي زاكت يعني كي رحت ما واش لقيت بدلوا لك؟ اسمح لي اسمح لي كنا نفهمك من بعد سنية عبد الملك صحراوي وانا تما كي جيت ولد مشرفي شكون جابو؟ جابو هذا مزيله مراد بالسياره نتاعهم تاع الشركه. قالوا من بعد انا سنيت وخرجت بقاو هما تما سنينا في اكتوبر 2013 اكتوبر 2013 كاين عقد هنا يقول 5 اكتوبر مانيش عارف وين منهم الا تقدر تقرا واحد منهم يقول 5 اكتوبر هذا 13 هذا 13 هذا 5 اكتوبر هو المشكل فيه صح هذا 5 اكتوبر هذه العقود في زوج هذوك تشوفيهم لازم يمشوا مع بعض ما نقدروش نسنيو واحد وحده وواحد وحده. انتوما كيفاش سنيتو؟ لا قانونيا قانونيا. انتوما واش درتو؟ انتوما فهمنا انا قانونيا لي زاكت سنيت. دونك المشكل وين راه؟ كيفاش تحايلوا عليك يا اسر عزيز؟ تقول لهم تحايلوا عليك. صح كيفاش تحايلوا عليك ما سنيت اكت نورمال سنينا اكت واحد يقول له 5 اكتوبر 2013 واحد يقول له 13 اسكو سي لي ميم اكت سي لي ميم لا سي با لي ميم واحد تاع شوف 13 احمي على سبيل سيدي سيدي هادو سيدي بروسيدور هادو لا بصح اسمح لي باش تعرف بلي العقود واحد ضروري كون نديرو هذا لو 5 وهذا لو 13 نروحو لونجيسترومون ما يقبلوهمش على ما يقبلوهمش ما يقبلوهمش لازم هذا يمشي مع هذا في دقيقه واحده دونك هما داولين هذه هذه هذا هذا تحت تحويل تحويل الاملاك تاع عبد العيد في الشركه في الشركة هذه دروك يجوا باش نريجيسترو هذا يقول لك اعطيني تاع التحويل راه مكتوب هنايا لازم تعطيني تاع التحويل صح المشكل وين راه هو راه عملية النهب يا زعيم تقدر تشوف دروك العملية الإدارية حنا ما تهمناش حنا تهمنا عملية النهب وين راه هي صح دروك هذا لوطريس لوطريس أنا ما كنتش هنا كنت غايب سينيور أكتر كنت غايب أنا بطريز انا كنت غايب دوك نعطيك الوثيقه باللي كنت غايب وكيفاش سنيوا وانت كنت غايب يا اخي الله يعلم
نكذب عليك. وين سينيهوا؟ وهو جيسري الله يعلم عند الدولة. أنت كنت غايب؟ وأنا غايب. وكاين لاسيناتور تاعك؟ لاسيناتور تاعي؟ مانيش عارف هنا ما كاش لي سيناتور. حنا هادو سيدي ديزيستي يعطيهم لك. بصح الأصلي من الخارج هذا خارج من الأصلي. والأصلي وين راه؟ الأصلي عندي في السيارة. وكاين سيناتور تاعك ولا ما كاش؟ ما كاش سيناتور تاعي. خاطرش الأصلي، الأصلي يروح للتسجيل ويقعد مستوكي عندهم في التسجيل. خلاص واش صرا يعني راك تقول بلي داروا عقد راه انت كنت غايب. انا غايب. واش يقول عقد هذا؟ واش الفرق بين العقد الاول والعقد الثاني؟ العقد الاول، العقد الاول قراه لي واحد ل... 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 واحد المحامي يقول لي بحضور الاستاذ وحضور عدي العيد. فهمت؟ راه انت كنت حاضر. وانا مانيش حاضر بحضور الاستاذ وحضور عدي العيد. شكون دار العقد هذا؟ شكون؟ داروا مشرفي. مشرفي طاهر. النوتار تاعك؟ النوتار تاعي. لا تاعي تاعهم في زوج. واش صار يعني لا كونسيكونس تاع العقد هذا ومن بعد؟ هما باش قبلوا باش يجوا يخدموا معاه حتى عرفوه. تعرفوا شكون هو. عرفوه باللي جارهم ومن بكري. المشكل وراها فوز يعني. عم داروا عقد المشكل الاول داروا عقد انت كنت غايب. المشكل داروا عقد وانا كنت غايب. يعني العقد الاول اللي قراه لي ماهمش هما هذا هما العقود. بدلوا لك كاع بدلوا لك العقود اللي سنيتهم انا في الشراقه هنايا ماشي كاع العقود اللي قراهم لنا جاب لي فوالا اللي قراهم لي ماشي هما كاع ما كاش كاع واش قلنا لك واش تقول العقود اللي سنيتهم انت واش تقول؟ العقود اللي نسنيهم انا بلي هو يدخل بدراهمه وانا ندخل بالتيران تاعي ومن بعد كي نكملوا نبيعوا هو يدي الدراهم تاع اللي بنا بهم وانا ندي الدراهم تاع التيران تاعي ونقسم 50-50 انت واش سنيت؟ انا سنيت العقود اللي قراهم لي السيد صحيح لا لا في الجي بدلوا لك العقود وبدلوا لك في الجي جا وليدو قلت لك ماهوش الاستاذ دروك انا كي جا وليدو وانا عندي ثقه في الاستاذ عنده 70 ولا 75 صح واش صرا من بعد عمليه النهب من بعد من بعد ايه؟ من بعد العقود هادو اللي قراهم لي في وهر من هو ماهمش هما كاع اللي سنيناهم في الجي صح واش صرا من بعد ابدا هنا العقود واحد 13 وانا مانيش حاضر هنا زيد نصيب روحي مع ناس شراكه ولاد صغار ولاد صغار مينار ماشي مينار ماشي مينار ماشي ولاد صغار واحد صغير اللي تحت 18 سنه صح ما عليناش تعرفوا ولا ما تعرفوش الناس والو ما شفتهمش حتى هادو سي ديزاسوسي هادو ديزاسوسي تاع عبد الملك اللي هي اللي دخلهم عندي انا وانت كنت عارف بهم من كنت داخلهم مش عارف مش لا ما انا اسمح لي اسمح لي اشكوك احكى لك بلي حندخلوا معنا جماعه واحده لا لا احكى لك شكاع لا ولو يحكي لي ما نشركش واحد اخر انا انا عبد الملك نعرفه بلي مالك كيفاش عبد الملك نعرف الميزان تاعو واش هو اسمح لي باش نفهمه مليح انت كي حبط الارجي كي سيني سيد واحد لاكت يقول بلي عندكم ريزونسي واحد اخرين هكذا ايوا وانت ماكوش فايق باسكو ماكش قاري ما قريتوش ما قريتوش وهادو لي زاسوسي شكون مسني عليهم شكون مزيله مراد اللي هو اللي جابهم هو اللي مسني في بلاصتهم كوم كوا عندهم بروكيراسيون في بلاصتهم شحال كانوا لي زاسوسي كاين هي داروها اسبيا اسبيا الله يعلم فيها سبعه انا وعبد الملك والاخرين خمسه واحد اخرين انت جاي ما سمعت بهم ثاني نقول لك وانت مع الاول ما تفهمش معاه دخلوا ناس لا ما ندخلوش كيفاش اسمح لي يا اخي اسمح لي يا اخي درك كيفاش انا باش نخدم ماشي نخدم مع 20 واحد ونخدم مع ولاد اللي ما عندوش اربعه دروب يعني بلعطك يعني ونتخرج نقول يعني لعبها لك باللعبه هذه ديجا دخل لك ناس ما تعرفهمش ايوا درك نفهمك هذه هو واش دار بها مثلا كيما كاين ناس يخدموا ديريجيست كوميرس على ناس ما عندهمش كاع يخرجوا 400 ولا 500 مليون تاع لي زامبو ومن بعد هذاك السيد اللي في اسمه حتى يعيطوا له يقول له في اسمك 400 ولا 500 مليون 400 ولا 500 مليار ويباسي ولا ويباسي ولا خر والمضافر يباسي ما يباسيش دروك هذا صحراوي واش دار؟ جاب هذ الناس دارهم في العقود هنايا باش يخدم بهم باش غدوه كنت تطرطق وما يروحش العداله فهمتني ما فهمتنيش؟ يباسي كي انت انا ماشي انا نباسي انا اللي كي نشكي هما اللي باسوا هذوك الناس هذوك هما اللي باسوا وشحال عندك لي زاكسيون في الشركات شحال عندك قلت لك كاين عندي هم هنا كاع الشركات مكتوبين 40% داروك في العقود اللي هم عندي هنا العقود اللي قراهم لي نهار الاول ما كاش حتى شري غير انا وعبد الملك الصحراوي 50-50 وهو يدي الدراهم وانا ندي دراهمي تاع الاخر ومريقله وكلش العقد اللي سنيته انت حاجه هو العقد اللي سنيته انا من بعد ما شفتوش على عام باش شفتو واش يقول خاطرش انا غبت عام هاي عندي وثيقه هنا باللي انا غبت عام
بعد كي شفتو ديتو لافوكا قراه لي يقول لي باللي هنا عبد الملك صحراوي عنده واحد ولا زوج اسهم، الاسهم الاخرين قاعد دايرهم على مزيله مراد، والاخرين شويه وانت شحال؟ وانا 49 يعني هم 51 تاع 49 ايوا. انا مول التيران اللي دخلت تيران تقومت ب 60 مليار دخلت بها انا 49، هما ما دخلوا بوالو 51 يعني لقيت روحك مينوريتي في الحقيقه. ايوا في داري ولا قال ما فخرات. لا وقراه لي العقد سي محمد، قراه لي قلت لك في وهران على الخمسه تاع العشيه غدو من ذاك على العشره سنينا هنا في الشراقه. هذا ظهر عليك نوتر، هذا ظهر عليك النوتر ما يدورش غير هكذا، النوتر ما يزورش باش يدخل الحبس باطل. لاسي واش دار هذه راهي باينه هذه واش دار حكينا نحكي لك النوتر انا كي نروح ليه ونقول له علاش كتب لي هذه العقود وندير له مشاكل قدام خدامته والغاشي وكذا. واش قال لكم بعد؟ يقول لي واش يقول لي؟ يقول لي شوف نديروها في العداله هذه القضيه، يقول لي نديروها في العداله، يقول لي انا ندبر راسي انا نجري عليها ولا عام نجيبها لك. هذا طاهر واسكو دارها؟ لا ما خليتش يديرها، انا ما خليتوش يديرها. تسمع عايز تحايل عليك، طاروا دراهم طاروا تشيبا، كيفاش تحايل عليك؟ يا اخي صمت لي انا دروك نقول للطاهر، نقول له هذه الخدمه اني سمعت من عند اقرباء تاع الصحراوي ما درتهاش باطل. يقول لي علاش الشركه يخلصوا ليكيد؟ يخلصوا كاع بالشك الليكيد اللي عند الصحراوي الجزائر ما عندهاش، خاطرش لي ستاسيون كاع خلصوا ليكيد. عارف شحال نديروا له سات في ستاسيون وحده؟ شحال؟ ستاسيون التاليه دير 200 مليون في النهار.